مساء الخير مساء النور، سلمى. اهلا وسهلا. استاذه لميا، بحبك في الله والله ربنا يبارك لك يا والله، رب. بستنى البرنامج بتاعك كل يوم والله. ربنا يخليكي، يا نورتينا. رب يا رب يا رب يبارك لك على البرنامج ده يا رب. الله يخليكي، امين يا رب. اتفضلي. ممكن بس اسال الدكتور؟ انا عندي ولد عنده 12 سنه والله تعبني، مش عارفه اسلوبه ده نفسي ولا عصبي ولا ايه. خير؟ بس خير. هو بيمد ايده عليا والله، 12 سنه بيمد ايدي عليكي ليه؟ بيمد يعني مواقف كده تلاقيه مد ايده غوري وبيشتمني وكده، فمش عارف. بابا فين؟ هو بابا عصب اخر والله. طب هو بيشوف بابا بيعمل معاكي كده؟ هو ليه ده؟ ابنك الكبير ولا ليه اخوات اكبر منه؟ ده هو يعتبر الكبير. هو الكبير. وهو بيشوف والده ان هو بيضربك وبيمد ايده عليك. طب ما تعيطيش بس. طب انتي رد فعلك بيبقى عليه ايه لما بيعمل كده؟ لما سكت ما بتد... يعني ما بتعمليش اي عقاب؟ ما بتخصميهوش؟ ما لا لا ولا اي حاجه. طب ما هو شايف ان الوضع طبيعي، يعني عمل زي ما عملش، ضرب زي ما ضربش. طب انتي ليه ما بتاخديش موقف معاه؟ ليه بابا ما بياخدش موقف معاه؟ هو انا شخصيتي اصلا كده والله، حتى مع بابا يعني برضك مهما يعمل فيا ببقى ساكته كده. طب هو المواقف دي بتحصل وبابا موجود؟ لا بس هو بيعرف، انا بحكي له وبيعرف، يا اما بيضربه يا اما بيسكت ما بيعملوش حاجه. طب وانت بتيجي تتعاملي معاه، هل انت مثلا ايه بتشدي معاه مثلا في الكلام، بتشتميه، والله بتقللي؟ ولا ما بشتم بابا والله. دكتور شخصيتي يعني ضعيفه ضعيفه قوي. طب هل هو يعني اكيد طبعا، وانت يعني حته ان هو يمد ايده دي اكيد انت مثلا بتلوميه على حاجه، انت عملت حاجه غلط ما ينفعش تعمل ده، فهو ما بيعجبوش فبيزق فبيشوح فبيقول كلام كده. بيشوح ويزق والله يا دكتور، ويمد ايده ويشتم وغور وفي داهيه والحاجات دي. بس انا معايا اخواته التانيين يعني اسلوبهم غير ده خالص، ما فيش الا ده. هو متدلع؟ يعني عادي برضه، مش بص، مش دلع هو على وشه. بص هو في مرحله المراهقه، ومرحلة المراهقة يعني مرحلة العند والتمرد، بس واضح ان الولد هو مش شايف له اب، الولد مش شايف ابوه، ابوه مش ما شايف بياخدش رد فعل لأي ابوه ما حاجة هو بياخدش ايه بيعملها. ابوه ما بياخدش موقف. انا عايزك بقدر الامكان عشان ما تقلليش، عشان انت واضح ان انت طيبة زيادة عن اللزوم، ما تقلليش من قيمتك قصاده، يعني لما يكون في مواقف زي دي ما تقفيش قصاده، وخلي التعامل ما بينه وما بين ابوه، خلي التعامل ما بينه وما بين ابوه. هو الولد في مرحله العند والتمرد، شايف نفسه عنده الانا عليت، والانا عنده كبرت، انا كبرت، انا بقيت راجل. لا، وشايف انه ما فيش اي رد فعل عنيف تجاه اللي هو بيعمله، فهو شايف انه عادي. ما هو ضرب النهارده وهي ما زعلتش وما اتكلمتش، فعادي بقى. بس في حاجه كمان، هي ممكن تستغل حته الولد ده بطريقه تانية. يعني هو طبعا مش هينفع ان انت تبادليه مد الايد لانه هيزيد اكتر قصادك، بالحرمان العاطفي خصميه، حسسيه ان انت زعلانه، ولو لوقت مش صغير، طولي في الوقت، خليه يعرف قيمتك، خليه يعرف ان ايه. هتلاقي الولد برضو مهما كان بيعمل بس عنده حته عاطفه شغاله، وهيبدا يسال هو ايه هو ايه اللي لكن حصل. لكن لو عمل معاكي كده ورجع بعد دقيقتين بيكلمك ولقاكي بتكلميه، هيفضل يستمر في هذه الافعال. برضو اعملي لنفسك قيمه مع ابنك، حتى لو مش هتقدري ان انت تبادليه نفس المجادله اللي هو بيعملها او الجدال، بس مش تكلميه، خصميه. وعايزك برضو يعني خديها بجانب تاني، وانت في صلاتك وانت مع ربنا ادعي له، ادعي له ان ربنا ربنا يهديه، يديهولها يا رب، يهديه لنفسه، لانه هو في المرحله دي هو في حاله من الغيبوبه، هو مش مدرك. وحاولي بقدر الامكان ما تدخليش معاه في مواقف وتعلي النغمه قدامه، لانه واضح ان هو ما بيحترمش حد. وخلي دايما احتكاكه مع ابوه. وبرضه نصيحه لابوه، يعني حته ان انت تمد ايدك وابنك يطلع زيك، او تقول اي لفظ او ما هو تتكلم. هم بيشربوا ما زي الاسفنجه، زي بيمتصوا كل الاسفنج. حاجه. يعني ابنك لو شافك بتصلي هيمسك المصليه وهيصلي جنبك، لو شافك بتطبطب على امه هيطلع يطبطب على امه، لو شافك بتضربها هيضربها.